ما أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل. هذا اللي أنا أدوره من شعبي، وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا على ما يحب ويرضى. وجودي في الامارات هي بلدي الثاني. انا يعني لسه كنت في اجازه في مصر الشهر اللي فات، فبقول امتى هرجع. فلما رجعت حسيت ويلكم باك، ان انا رجعت لبلدي الثاني. فمن هنا بشكر طبعا قيادات الامارات، بشكر قياده حكومه الامارات، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، شيوخنا اللي هم مقدرين يعني الامارات، اللي هم كير جدا على المقيمين قبل المواطنين. فاحنا دايما عمرنا ما حسينا ابدا ان احنا في دوله غريبه، احنا في بلدنا الثاني. الامارات هي بالفعل مجتمع مشجع للاستثمار ومجتمع جاذب للمستثمرين، ومفيش بلد في العالم زي الامارات في الامان، في الاستقرار، في الاستثمار. حتى لو في فات، حتى لو في ضريبه، الامارات استيل هي الامارات، استيل هي جاذبه للاستثمار. مشاهدين أوفياء برنامج لآل الاتحاد، أسعد الله أوقاتكم. الاستضافات المتميزة للشخصيات البارزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لا زالت متواصلة معنا. اليوم نحط رحال بدانة الدنيا بإمارة دبي، اليوم في استضافة السيد محمد العياط صاحب إيفنت جيفتس، كفاءة عربية نفتخر بتواجدها معنا اليوم بالبرنامج. أهلين أستاذي. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أهلين بحضرتك، تشرفنا بحضرتك، وطبعا في البداية مسرورون جدا بتواجد حضرتك معنا بالبرنامج. ربنا يكرمكم ومبسوطين أنتم معنا. شكرا. إذا اليوم سوف نتحدث عن قصة نجاحك المميزة والبارزة. لكل قصة نجاح طبعا بدايات خاصة بها ورونق يميزها. دعنا نعود إلى البدايات، نتحدث عن أبرز محطاتك العلمية والعملية. أولا أنا محمد العياط، مصري مقيم في دبي من 18 سنة، دارس بزنس ادمنستريشن 2005، وبدأت ماي اون بزنس تقريبا من 15 years ago. بدأت العمل زي أي حد بيجي دبي جديد، بدأت موظف، خلال 3-4 سنين فتحت ماي اون بزنس، ودلوقتي الحمد لله الشركة بقى لها 15 سنة. إذن الدخول إلى عالم ريادة الأعمال ليس بالأمر الهين، لابد من تكلله بالعديد من الصعوبات. لو تذكر لنا أبرز التحديات التي مررت بها. البزنس، أن أنت تبقى بزنس أونر وتدخل في عالم البزنس عامة، it's not easy job، وبالذات في دبي المنافسة شرسة جدا. وأول حاجة طبعا لما أقول التحديات، فأول حاجة في التحديات في أي بزنس عشان تعمله هي المنافسة. دبي اتس ان اوبن ماركت لكل العالم كله، كل الناس بتتنافس في دبي،
فان انت تيجي دبي وتقدر تبقى حاجه مختلفه. فالحمد لله احنا دايما بنؤمن بسياسه او استراتيجيه المحيط الازرق، فعملنا حاجه خاصه بينا، اشتغلنا على برودكت مختلف تماما عن الموجود في الماركت، بدانا نصنع وبنشتغل على حاجات توتالي ديفرنت ذان ذا ماركت. اكبر تحدي المنافسه، على قد ان هو تحدي وفي نفس الوقت احنا بناخده بوزيتيف، فواخدينه ايجابي جدا. فبدانا نشتغل ان احنا دبي عشان سوق مفتوح، بدانا نصدر لامريكا لاوروبا من ارض الامارات. سنتحدث باكثر تفاصيل عن المنافسة ونتحدث كذلك عن ما يميز شركة حضرتك، لكن كما تعلم السيد الكريم أن بالصبر بالعزيمة ربما بوجود استراتيجية خاصة لحضرتك تمكنت من تجاوز هذه التحديات، ولكن وجود أشخاص داعمين لنا ضروري جدا. من هم الأشخاص الذين وفروا لك الدعم؟ أولا البداية عشان أبقى صريح معاك تبقى البداية في البيت، فأكيد زوجتي، فمن خلال المقابلة النهاردة أشكرها، شكرا لزوجتي. وبعدها مباشرة في البيت وفي الشغل وكتفي وسندي هو أخويا، فهو شريكي وهو أخويا الوحيد، فدايما كان سبورت معايا قبل ما يدخل معانا في الشراكة، وفتحنا الحمد لله وكان هو دايما سبورت وفي ظهري، فشكرا لأخويا. إذن أستاذي الكريم، من مجرد فكرة إلى مشروع قائم الذات وخاص بحضرتك، دعنا نتكلم عن اللبنة الأولى، كيف كانت في تأسيس هذه الشركة والنظرة من وراء تأسيس شركتك؟ أولا عشان نعمل حاجة في الإمارات زي ما أنا قلت من شوية لازم تكون حاجة مميزة، otherwise مش هيبقى ليك مكان في الامارات، وبالذات ان الامارات هي اصلا بلد مفتوحة على العالم كله. لما بدانا في الشغل بتاعنا الحمد لله بدانا نشوف السوق ماشي ازاي، وبدانا احنا نشوف نطلع اوت اوف بوكس ونعمل حاجه مختلفه. فبدانا على سبيل المثال للحصر، بدانا الامارات تهتم جدا بموضوع الاستدامه. احنا الشركه الوحيده في الامارات يمكن في الميدل ايست بنهتم جدا بموضوع الاستدامه، فبدانا نعمل برودكت ريسايكل فروم ووتر بوتل، فعاملين كامبين حلو قوي اسمه اي واز ا بوتل. مثلا شنطه تبقى تقول لك انا كنت ازازه ماي قبل كده، فمن الازاز من البيت بوتل او البلاستيك بوتل بدانا نعمل شنط، من البيت بوتلز او البلاستيك بوتل اللي انت بتستخدميها والناس بترميها بشكل يومي بدانا نعمل منه اقلام، بدانا نعمل فولدرز، بدانا نستخدمه نفسه ريسايكلينج. اكتر من الريسايكلينج شويه هي الاستدامه اللي هي السستينابيلتي. فتركيزنا الحمد لله يعني ده ماشي جدا مع اتجاه دوله الامارات، ان احنا بدانا نصنع منتجات خاصة بالاستدامة. فبدأنا نصنع الشنطة من الووتر بوتلز، بدأنا نصنع من القش بتاع القمح اسمه الويت، بدأنا نصنع منه باور بانك. فازاي ان احنا ربطنا الاستدامة بالتكنولوجي، فدي كانت الحمد لله مميزانة جدا. بلس بقى اكتر حاجة كمان مميزانة ان احنا بدأنا الشركة اللي بنبيع لمعظم الشركات في الامارات، فبدأنا نتوصل رسالة اللي هي 24 hours، بمعنى ان اختي رحمة عايزة النهاردة الاوردر بتاعها بكرة as a corporate 1000 بيس مثلا لباور بانك تقدر تستلميه تاني يوم، فبنقدر نسلمك خلال 24 ساعة، ودي الحمد لله فرق كبير جدا عن الموجودين في السوق. تالت حاجة واهم حاجة الاون ديزاين، احنا الشركة الوحيدة في الميدل ايست بنعمل ديزاين خاصة بينا. فمثلا بعمل باور بانك اتس نو وان ايلس هاف ات، بنربط التكنولوجي بالاستخدامات النيدز اليومية، فده الحمد لله ميزنا بشكل كبير جدا في السوق. بالحديث عن منتجات حضرتك، كيف تستطيع اذا اليوم شركتك ان تتميز في جل هذه المجالات، لانه حضرتك مثل ما ذكرت انكم تصنعون البرودكتس الخاص بكم او تصممون هذا البرودكتس، كذلك ما هي ممارسة شركتك فيما يتعلق بالضمانات، فيما يتعلق بتغيير المنتجات، كيف تتعاملون مع تغيير الطلبات او المشاكل التي ربما قد تحدث فيما يتعلق بالطلبات؟ توضيح صغير، احنا الشركة اساسا بي تو بي، يعني احنا بنتعامل اصلا كوربريت، فمعظم العملاء بتوعنا اللي بيتعاملوا معانا هم عارفين الحمد لله احنا very trusted well. لو حد عنده مشكلة خلال سنة كاملة من البرودكت لما بياخدها بيقدر يرجعها وبياخد بدلها on spot. Not warranty، هو كمان ضمان، هو guarantee. فأي حاجة فيها قد مشكلة طبعا خلال سنة بنقدر نرجعها. أكثر من كده إن إحنا الحمد لله عندنا كذا تقدير من دوائر حكومية قبل كده. بخصوص الضمان زي ما قلت لك إن إحنا بنتعامل أكتر كوربريت، بنتعامل أكتر مع الشركات، فالحمد لله ربنا عندنا كذا تقدير من كذا دائرة حكومية إن إحنا عندنا the best quality. أي حد عنده مشكلة خلال السنة بيقدر يرجع لنا، ما بنعملش وارنتي، بنعمل جارنتي، بنقدر نعمل استبدال البرودكت، ودي الحمد لله السمعة الكويسة ودي اللي بنمتلكها في الماركت، إن إحنا البراند بتاعنا إيفنت جيفت the best in the market. وبدأ الدوائر الحكومية في دبي وفي السعودية، احنا الحمد لله نسيت اقول لي كمان احنا الشركة في دبي وفي السعودية وفي مصر. بدأت بعض الجوفرمنت مثلا زي ارامكو في السعودية من اكبر شركة البتروليوم في السعودية بتطلب البراند بتاعنا على ان يكون البراند ايفنت جيفت،
فبدأنا الحمد لله نشتغل ان البراند نفسه هو اللي بيطلب بالاسم يعني. واكيد استاذ التركيز على الجوده وعلى كل هذه التفاصيل لابد من وجود فريق عمل متخصص من وراء هذه الجوده. كيف تختار اليوم فريق العمل الخاص بك الذي يمكن ان يضيف الى شركه حضرتك والذي يتلائم مع التطورات التي تراها انت مناسبه ان تكون في هذه الشركه؟ هو ده انت جيتي عند النقطه اللي هي سر نجاحنا. الحمد لله ربنا سر نجاحنا التيم. وانا دايما بقول للشباب ان احنا it's a family, it's a company, we are in a family. احنا بنسبند وقت في الشركه مع بعض اكتر من بنسبند في بيوتنا. فالحمد لله من اكبر سر نجاح للشركه بتاعتنا ان احنا الحمد لله تيم ورك. بنحب بعض جدا. التيم ورك في ريسبكت, في احترام. اختيار الناس it's not easy job. دايما عندي مثل بقوله ان انا محمد السبيد بتاعي 180, فانا بمشي دايما على سرعه ال 180. فدايما بحاول ان انا في الانترفيو مع الستاف, هل انت ريدي ان انت تمشي معايا في نفس السباق عشان نقدر نكمل؟ فواحد يقول لك اه انا ريدي تو جيت ذا تشالنج, فيلا بينا. فالحمد لله معظم التيم اللي معانا هم ريدي, ماشيين على السرعه بتاعتنا, لان اللي مش هيمشي على السرعه بتاعتنا بيقع. فاحنا بنكمل والحمد لله كلهم بنفس الكواليفايد, واتس ريلي دي ار ريلي تالنت يعني. إذن أستاذ الكريم, شركة حضرتك قائمة الذات في دبي منذ زمن, أكيد كنتم قد حققتم العديد من الإنجازات التي تفتخرون بها اليوم. لو نتحدث عن أبرز الإنجازات أو الأحداث الكبرى التي قدمتموها. لو بتكلمنا على مستوى الإقليمي, لو احنا بنتكلم على مستوى الإمارات, الحمد لله احنا كم يعني تقديرنا الحمد لله 400 من الدائرة, من بلدية دبي, من شرطة دبي, دائرة رواد الأملاك, دائرة الصحة, من كذا دوائر حكومية في دبي وفي أبو ظبي. على مستوى الدولي احنا في الإمارات, من الإمارات بدأنا نصدر لأمريكا. حضرنا في معرض في لاس فيغاس, ده أكبر معرض بروموشنال آيتم في العالم, وحضرنا معرض في ألمانيا كمان. فبدأنا نصدر من أرض الإمارات لأمريكا, من أرض الإمارات لألمانيا, فبدأنا إن احنا نشتغل overseas أو إن احنا نشتغل على مستوى العالم من الإمارات. إذن أستاذ محمد, أنت متواجد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 18 سنة, وكما تعلم أن دولة الإمارات خاصة في العشرية الأخيرة قد شهدت العديد من التطورات الصارخة في جل المجالات. كيف استطعت اليوم مواكبة هذه التطورات حتى تكون دوما في المراتب الأولى؟ طبعا احنا عشان في الامارات والتطور سريع, الحمد لله رب العالمين, ده خلانا ان احنا التشالنج اكبر, فخلانا ان احنا كل سنه بنعمل اكتر من 200 نيو برودكت عشان نقدر نواكب التسارع اللي موجود في الامارات. الامارات الدنيا تطور عجيب, فلو احنا ما تطورناش بنفس الليفل اللي بتتطور بيه الامارات مش هيبقى لنا مكان دلوقتي زي ما احنا موجودين الحمد لله في دبي, في انترناشونال سيتي على مستوى العالم. فالتطور عندنا احنا كل سنه عندنا لونشنج للكتالوج الجديد, وبدعوكم طبعا اللونش بتاعنا اند اوف ذس مانث ان شاء الله في دبي للبرودكت الجديده. فاحنا كل سنه عشان نقدر نتواكب التسارع دوت بنعمل بنديفلوب الار ان دي عندنا السكشن قوي جدا, بنشوف ايه الليتست تكنولوجي اللي موجوده على مستوى العالم وازاي ندمجها مع العادات والتقاليد اللي موجوده عندنا في دبي, ونطلع ببرودكت اتماتش مع النيدز اللي موجوده في السوق الاماراتي. إذن أستاذ الكريم, اليوم متواجدون في شركة حضرتك إيفنت جيفتس, لكن كذلك لديك العديد من الشركات الأخرى باختصاصات أخرى. لو تحدثنا عن أبرز هذه الشركات وعن الخدمات التي تقدمها. إحنا في إيفنت جيفتس الحمد لله بقالنا 15 سنة, الحمد لله اسمنا موجود واسمنا كبير في الميدل إيست كله. بدأنا من حوالي 3 سنين, عملنا براند اسمه جيفاجو. جيفاجو بيرفيوم هو معنى الحياة بالروسي, وفاتحين اكتر من 10 شولومز موجودين في السعوديه. وعشان ننافس برضو حته المنافسه اللي اتكلمت فيها, فاحنا عاملين الحمد لله حاجه كواليتي ميد ان فرانس توتالي ديفرنت, فكل الشولومز موجوده في السعوديه وعندنا في الامارات اونلاين. دي شركه فرنسيه
الشركة التانية عندنا شركة اسمها ألفا ديرما، دي خاصة بالسكين كير، واخدين براند اسمه بلازنتور، واخدينه ميدل ايست ايجنت، هو خاص بالانتي ايجينج وخاص بالاكني، فمتخصص جدا في المسترايزنج والسكين كير، ودي شركة رقم 3. الحمد لله بدأنا كمان ندخل في بعض الانفستمنت اللي موجودة خارج الامارات، موجودين في مصر في شركة اسمها بي او في، دي شركة لسه جديدة لسه داخل فيها الحمد لله من حوالي 6 شهور وعاملة نجاح قوي جدا. إذن أستاذي الكريم، كرائد أعمال وكمستثمر وكصاحب هذه الشركات، هل من الصعب اليوم الإشراف على هذه الشركات وإدارة مختلف هذه المشاريع؟ طبعا صعب، بس أنا عندي وجهة نظر مختلفة تماما في القصة دي. لو أنت عندك التيم وورك المحترم اللي تقدر تديله الصلاحيات اللي يقدر ياخد أكشن، وعندك تايم مانجمنت، you are going to enjoy the business. أنت إزاي تقدر تدير وقتك وفي نفس الوقت ازاي تقدر يبقى عندك مبسوط وانت بتشتغل، وعندك تيم وورك عنده صلاحيات يقدر ياخد اكشن، لان التيم وورك لو عنده صلاحيات خلاص هو مش كل حاجه يرجع لك، ما تبقاش ان ديلي بزنس. وده دايما اللي بنصحه حتى لكل اصحابي اللي موجودين في البيزنس او البيزنس اونرز، حاول ما تبقاش ان ديلي بزنس، حاول تبقى اون ذا بزنس نوت ان ذا بزنس. وفي فرق كبير جدا من المصطلحين. ان ذا بزنس فانت بشكل يومي عندك كل التفاصيل. سوري الاوفيس بوي هيدخل يسالك هو انا هشتري ايه من ايه، it's not our business. فتبقى own business يعني تقدر تكنترول البيزنس، تبقى انت عندك الاستراتيجي بتاع الشركه، عندك الحاجات الجايد لاينز بتاع الشركه، لكن ما تبقاش في تفاصيل اليوم الخاصه بالشركه. من هنا تقدر يبقى عندك وقت تقدر تطور، عندك وقت تقدر تفتح بيزنس جديد، تقدر تطلع وتسكيل اب البيزنس وات يو هاف رايت ناو. استاذ محمد، كنت ذكرت نقطه مهمه جدا وهي المنافسه. المنافسه هنا خاصه في دبي على اشدها، المنافسه هنا شرسه. رغم هذه المنافسه استطعتم أن تكونوا من بين الأسماء المرموقة والبارزة في عالم الاستثمار وفي عالم التجارة. كيف ترى اليوم منافسة شركتك مع بقية الشركات الأخرى؟ فكرة المنافسة زي ما حكيت لك من شوية، موضوع دبي المنافسة فيها شرسة جدا. عشان كده أنا بؤمن باستراتيجية البلو أوشن. بلو أوشن اللي هو المحيط الأزرق، إن إحنا إزاي نكريت أور أون أوشن، إن إحنا نبقى مختلفين تماما عن الموجودين في السوق. وده الحمد لله بيدعمنا في موضوع إن إحنا عندنا برودكت ديزاين أوفيس موجود في الصين. هم ملي دي ار وركينج اونلي اون ديزايننج، ان احنا بنكرييت نيدز. تشوف مثلا النهارده اللي قاعد على مكتبه اللي هيشتغل كوربريت جيفتنج محتاج ايه، محتاج نوت بوك فيها اي حاجه بيكتبها على النوت بوك بتسمع عنده على الموبايل، لان كل حاجه مربوطه بالموبايل. فانا ازاي اربط موضوع التكنولوجي؟ فبدانا نصنع البرودكت يا رحمه خاصه باللي بتخدم البرودكت، اللي بيستخدم البرودكت دي اول حاجه. واكتر من كده كمان شويه موضوع الاستدامه. احنا النهارده استراتيجيه الامارات العربيه المتحده هي موضوع الاستدامه. احنا بدانا نربط الجيفت ايتمز او التكنولوجي مع الاستدامه، فبدانا نصنع الباور بانك ريسايكلينج فروم ذا ويت، فروم اشياء القمح. بدانا نصنع من الكوفي جراوند. انت لما بتروح النهارده اي براند كوفي فبيدخل الاسبريسو بتاعك، بياخد الكوفي بينزل، الكوفي بينزل اللي بتطلع دي بناخدها بنعمل منها مج. فبدانا نعمل ريسايكلينج اللي يقدر يتماشى مع استراتيجيه الامارات. فبدانا الحمد لله نسبورت، وده بيخلينا مختلفين تماما عن المنافسه، مختلفين تماما عن اللي موجود في السوق.
احنا سوق دبي بيدعمنا جدا جدا، فده بيخلينا نقطة الانطلاق بتاعتنا في الامارات العربية المتحدة من دبي. اختلافنا في المنتجات، اختلافنا في البرودكت، مركزين قوي على موضوع الاستدامة. حتى في البرفيوم بدأنا النهاردة، بدل ما تروح تشتري البرفيوم بتاعك وان تايم تقدر تستخدميه ريوز، فانت بتعملي ريفيل، فبتحافظ على ازازة البوتل نفسها بدل ما تعمليها او ترميها او تعمليها ريسايكلينج. فبدأنا ان احنا نتحرك في كل المجالات بتاعتنا وكل شغلنا على موضوع الاستدامة. حتى في السكين كير احنا عندنا كل السكين كير برودكت بتاعتنا من الناتشرال، من البلازينتا، فكل البرودكت رايحه ناحيه الناتشرال، وده اللي بيخلينا الحمد لله مختلفين تماما عن الماركت. اذا سيد الكريم، اكيد كرجل اعمال لك بعد نظر وتتطلع الى العديد من النجاحات في المستقبل ولا تقتصر على النجاح الموجود حاليا. لو نتحدث عن الفترات المقبله، ما هي تطلعاتكم في المستقبل وكيف ترى شركات حضرتك؟ احنا الحمد لله موجودين دلوقتي في دبي، موجودين في السعوديه في الرياض، خلال الشهر اللي جاي هنكون موجودين في جده، وعندنا لسه فرع فاتحينه الشهر اللي فات في الدمام، فهنغطي المملكه العربيه السعوديه لان هي دلوقتي فيها برضو بومينج كبير، فمغطين في دبي في الرياض وفي جده وفي كمان الرياض وجده والدمام. في مصر الحمد لله موجودين فرعنا في مصر. البيزنس اللي احنا بنفتح دلوقتي، بنحاول نفتح بيزنس جديد شغال برضو رابط في موضوع التكنولوجي، بنشوف في الترند اللي ماشي فيه دلوقتي التكنولوجي، فاحنا وي ار لوكينج فور رايت ناو يعني، بس هو لسه كونفيدنشال شويه، شغالين على بروجكت فيري اميزنج مربوط بالتكنولوجي. أكيد أستاذ محمد، بعد كل هذه التجارب الغنية، بعد كل هذه النجاحات، مفهوم النجاح ليس بمصطلح غريب عن حضرتك، كيف تعرف لنا النجاح اليوم؟ النجاح أول حاجة أن أنت تكون حاسس داخليا داخل نفسك أن أنت عملت حاجة، دي أول حاجة. تاني حاجة طبعا at the end of the day it's numbers، فأنت شايف البيزنس بتاعك عامل numbers كويسة. تالت حاجة أهم حاجة في القصة كلها أن أنت enjoy what you are doing، أن أنت تكون مستمتع بشغلك. الحمد لله عندنا شغف حلو قوي، الشغف ده بيخلينا ان احنا كل يوم عندنا تشالنج ان انت تطلع ببرودكت، تعمل بروتوتايب وتطلع ببرودكت جديد ومختلف، وتلاقي الناس بتستخدم البرودكت والناس دي ار ساتسفايد، مبسوطين قوي بالبرودكت، فدي قمه النجاح، وبتلاقيها في العينين اللي حواليك. النجاح تلاقيه في اسرتك لما تلاقي بيتك مستقر مع اولادك واولادك كويسين. النجاح لما تلاقيه في التيم ورك بتاعك، ان التيم ورك دي ار انجويينج، هم جايين الشغل مش عشان الدوام، هم جايين الشغل هم جايين مبسوطين، فالنجاح بتشوفه في عيونهم، ودي قمة النجاح. أكيد أستاذ محمد، الشغف وطموح مفتاح للنجاح. أنت إذن اليوم خير مثال يحتذى به بالنسبة إلى المستثمرين وكذلك بالنسبة إلى شباب اليوم. كما تعلم أستاذ الكريم، فئة من المشاهدين هم فئة من الشباب يطمحون إلى مستقبل أفضل ويرون من قصة نجاحك شيئا ملهما لهم، فما هي النصيحة والرسالة التحفيزية والتشجيعية من حضرتك لشباب اليوم؟ اكتر حاجة بوجهها النهاردة للشباب، البيزنس اونر مش ايزي ولا سهل ابدا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 9 أعشار رزق امتي في التجارة، فاي حد حتى لو هو موظف فالوظيفة ضيقة جدا جدا جدا، حاول دايما حتى لو انت موظف حاول جنب الوظيفة بتاعتك تعمل your own business، وحاول تعمل حاجة بتحبها. ومش معنى ان انا بقول حاجه بتحبها ده معناه ان انا اي حاجه تيجي ببالي اعملها، ما تاخدش اي خطوه لاي حد. بنصح اخويا قبل ما انصح حتى اصحابي، بنصح اي حد قبل ما تاخد خطوه ان انت تفتح يور اون بزنس، حاول تعمل فيزيبيليتي ستادي، تعمل دراسه جدوى تكون واضحه جدا، عارف انت هتعمل ايه. الدنيا كلها رايحه التكنولوجي، ما ينفعش النهارده انا بفتح بزنس جديد واقول والله اصل انا ما عنديش ويب سايت، انا بفتح بزنس جديد والله اصل انا ما عنديش سوشيال ميديا. البزنس اللي اتعمل دلوقتي لازم يبقى فيه عنده تولز مختلفه تماما عن زمان. لما فتحنا من 15 سنه ما كناش نعرف حاجه اسمها فيسبوك وانستجرام، ما كناش نعرف يعني ايه يوتيوب. دلوقتي الموضوع اختلف تماما، لازم يكون عندك اي كوميرس، لازم تكون منفتح على العالم. ما تحاولش تبيع برودكت بس انا عايز ابيعه داخل الامارات، لا، انت ليه البرودكت بتاعك ما تبيعش في البرازيل؟ ليه هو ما تبيعش الامريكا؟ مش احنا بنشتري من امازون في امريكا؟ ليه احنا البرودكت بتاعنا ما يتباعش وورلد وايد؟ فدايما يعني هدف، يعني دايما نصيحتي لاي حد، حاول تعمل حاجه تعملها تشتغل از وورلد وايد حتى لو هي صغيره، حاول تبص على التكنولوجي، حاول تبص تعمل بروجكت خاصه فيها مور ان تكنولوجي، ما تبقاش اولد سكول، حاول تبص دايما للنيو سكول، تشوف وات ذا ترند ان ذا ماركت رايت ناو اند تراي تو فولو ذا ترند. شكرا استاذ على هذه النصائح. اذا استاذ الكريم، دوله الامارات العربيه المتحده، هذا البلد الحاضن لقصص نجاحك، هذا البلد الذي يمنحنا دوما فرص النجاح. نترك لك مساحه خاصه لتوجيه رساله من القلب الى القلب الى قاده وشيوخ هذا البلد. وجودي في الامارات هي بلدي الثاني،
انا يعني لسه كنت في اجازه في مصر الشهر اللي فات، فبقول امتى هرجع. فلما رجعت حسيت ويلكم باك ان انا رجعت البلد التاني. فمن هنا بشكر طبعا قيادات الامارات، بشكر قياده حكومه الامارات، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، شيوخنا اللي هم مقدرين يعني الامارات، اللي هم كير جدا على المقيمين قبل المواطنين. فاحنا دايما عمرنا ما حسينا ابدا ان احنا في دوله غريبه، احنا في بلدنا التاني. الامارات هي بالفعل مجتمع مشجع للاستثمار ومجتمع جاذب للمستثمرين، ومفيش بلد في العالم زي الامارات في الامان، في الاستقرار، في الاستثمار. حتى لو في فات، حتى لو في ضريبه، الامارات استيل هي الامارات، استيل هي جاذبه للاستثمار. شكر موصول لحضرتك استاذ محمد على هذا اللقاء المميز وعلى كافه هذه التفاصيل، ونامل لك المزيد من النجاح والتوفيق في المستقبل. شكرا لكم. اعزائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لليوم. انتظرونا الاسبوع المقبل مع قصه نجاح جديده. دمتم في حفظ الله.